كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلسلة دروس تجويد تطبيقي سوره بلد تمام شد و سوره شمس آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و الليل اذا یغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس، إدغام شمسي، والشمس والضحى، بعض خمس حروف مستعليس، والضحى حاء استاد زبردر مدي أسني، والضحى هاء ألف مدة، والقمر إزهار قمري، والقمر قاف مفخم راء بارك جن كسر درا، والقمر إذا ألف مدة تلاها ألف مدة، والنهار إدغام الشمس نون مشدد بندازية كلف غنى ألف مدة راهم كسر در بريك، والنهار إذا ألف مدة جلا لم استدى زبردرة مدي أصلي جلاها ألف مدة، والليل والليل ييلينس إذا ألف مدة ياغو غين مفخم ياغو شاشين استاد زبردرة مدي أسلي ياغو شاها ألف مدة، والسماء إدغام الشمسي، والسماء وما ألف مدة بناها ألف مدة، والأرض إزهار قمري راهم ساكن من قبل فتح مفخم ضادها مفخم، والأرض وما ألف مدة طاحا طا مفخم حا استاد زبردرة مدي أسلي ألف مدة طاحاها، ونفس بعد استنوين حرف واو إدغام همري غنة، ونفس وما ألف مدة سوا واو استاد زبردرة مدي أسلي سواها، فألهمها ألف مدة فجو واو مدة فجورها را مفخم، وتقو قاف قلقلة، وتقوى واو استاد زبردرة وتقواها قد دال قلقلة قافها مفخم، قد أفلح من بعد أذن الساكن حرف الزا حرف إخفاء واقع شده من زكا كاف استاد زبردرة زكاها، وقد دال قلقلة قاف مفخم خاب خاها مفخم ألفها مفخم خاب من إخفاء دساها، كذبت ثمود واو مدة بطغ طو مفخم غين مفخم واو استاد زبردر مدي أسلي بطغواها، إذ بعد أذن نساكن حرف با واقع شده إقلاب نساكن بميم تبديل مشوات، إذ بعث أشقى قاف مفخم أشقاها ها مفخم نشوات أشقاها، فقال ألف مدة قاف مفخم فقال لهم رسول
در میمی ساکن اظهار صورت میگیره لهم رسول را مفخم واو مده رسول الله اسم الله مفخم ما قبل آن پیش است ناقات الله قاف مفخم اسم الله در اینجا هم مفخم ما قبل آن فتحه است و سوق قاف قلقله و سوق یاها بارک و سوق یاها فکذبوه واو مده فکذبوه فعقرو واو مده را مفخم قاف مفخم فعقروها الف مده فدمدم در ميم ساكن اظهار صورت ميگيره فدم كشنا شود فدمدم عليهم ربهم در انجا هم در ميم ساكن اظهار صورت ميگيره ربهم را مفخم پرادا ميشه فتحه داره ربهم بذنبهم بعد از ميم ساكن حرف با واقع شده اخفای شفوي بذنبهم اقلاب صورت میگیره که بعد از نون ساکن حرف با واقع شده بذنبهم فسو اینجا هم در میم ساکن اظهار صورت میگیره بذنبهم فسو واو استاد زبر داره مدی اسمی فسواها ولا الف مده یا خافو خا مفخم الف هم مفخم چون وقبل الف حرف مفخم است یا خافو عقو قاف قلقله با هم استاد زبر داره عقوبا ها اینجا هم الف مده ولا يخاف عقوباها